السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس؟ كلشي مزيان؟ نتوما صحيحه؟ اليوم نعمل لكم واحد الباذنجان كيجي بحال الفريت، كيجي مزيوان، كيجي غزال، وقلت عندي ما نجربو معاكم نوريكم كيف كيجي. كيجي غزال، كيجي مزيوان، وتخضروا به اما الحوت مقليه، واما مع البقوله، واما مع الجداد، واما كتذوقوا به بزاف الحاجات، بزاف الحاجات ما تعملوا به. كيجي مزيون، كنقشرو كامل، كنزولو هاد القشره هادي فوقانيه كامله، كنخلي هذا هو اللي عليه العنده، عنده ما يبقى، ما خصوش يتحيد هذا، ويتقشر كامل يزول منه. واحسن نجيبو الباذنجان ما يكونش كبير بزاف، ما يكونش كبير، يكون صغير، يكون صغيوار، مي هذاك الشيء معانا في القلي ديالو ولا في كلشي ديالو. جيبو احسن صغير باش ما كيكونش معمر ديك فص منه ديك الزريعه وداك الشيء ديالو، هيدا احسن صغيوار. غنوريك غادي نعمل له، وغادي نعمل له شويش ديال ما قلتكمش بلاتي، نقول لكم القامه ديالو اللي غادي نعمل معاه. وكيجي ساهل دغيا، ما تعدلو دغيا. مع دابا تبارك الله الباذنجان وقته موجود، جيكم اي حاجه اللي في الوقت ديالها. غزال طريق غزال، صافي. هي الباذنجان ديالنا سليناها، كنشبرها شبرها هكذا، وكنقطعها من هنايا ديك الرويس، ديك الرويس واحد التقطيعه، او كنزيد واحده اخرى، او كنقطعها، او كنزيد ثالثه، ثلاثه ديال التقطيعات، ثلاثه تقطيعات، او كنقلبها من هاد الجهه هادي هيدا، او كنقطعها تقطيعه هكذا بحال ديك الراس، نقطعهم شي رقاقين، او نزيد هنايا غادي نعمل عاود تقطيعه اخرى. ها هي انا قطعتها، ها هي بتجي هكذا، بتجي هيدا، كتجي مفرقه. دابا غنعملها بماء وملحه، غنعملها بماء وملح، ماء وملح. عندي شويه ديال القامه ديالهم هنايا، عندي واحد شويه ديال الكيمون، شويه ديال الكنجبير، شويه ديال الابزار، شويه فلفل حمراء، شويه الثومه بودره، وشويه عندي ديال القامه ديال الحوت، واحد شويه ديال الملحه، واحد شويه ديال الحليب غادي نحتاجو، غادي نحتاج شابلور، واحد شويه ديال الطحين، وواحد بيطه، بيطه اللي غادا بها شحال ما قد تكون بيطه اولا جوج، شحال ما قد فيها. الخل كيما هو الليمون اللي كان عندي فيه، ها هو ناشف. دابا غنعملو ديك القامه، هذه القامه هذه كامله نخلطها مع بعضهم، هي والملحه مع بعضها، غادي نملالو، نملالو كامله، وغادي نزيد عليها شويه ديال الحليب، شويه ديال الحليب، صافي. ونبقى ندخل فيه ديك القامه كامله، ندخلو فيه، ندخلو فيها كامله، كامل وحده بوحده، ندخل فيها ديك القامه. عند الباذنجان طري غزال، نتمنىكم تجربوه كيجي فين. صافي، غير البيطات اللي نسيت ما قلتلكمشي، البيطات صافي. الزيت ديالي كيسخن، نتا الزيت كيسخن، صافي. دابا غنوريكم شنو غنعملو، غنجيب الطحين، غادي نجيب شابلور، شابلور عندي واحد شويش ديال الثومه فيه محكوكه، الثومه غبره، عندي الثومه غبره فيه، غتخليوها مرقد شويش باش كتدخل فيه ديك القامه ديالو، باش كتدخل فيه ديك القامه ديالو، هاديك ساعات. دابا غنزودو من هنايا، غنزودو من الحليب، غنعملو شي بيطات، غنعملو في الطحين، غنعملو في الطحين، نعملو في الطحين، ندخل معاه الطحين مزيان. دابا غادي نفطو شويه، نعملو بيطات، نعملو بيطات، ندور البيطات مزيان. دابا نعملو في شابلو، كيجي غزال، كيجي بحال الفريت. العيال يحمكم لي ما كيكلوش الباذنجان، غادي ياكلكم العيال، غادي يعجبو. نسيت ما قلتكم شي، انا ملي تعملوا لها الطحين وداك الشيء فتحه بتجيك بحال ورده، ما تقليهاش هيدا،
هيدا فتحة تقلاش هي هكذا. نمشي نعاودكم معكم واحدة أخرى. هنا عندها بيضات هنا نعملها في شابلو. آخر ما نعملها في شابلو راه نبدا فتحة تجيني هيدا تجيني بحال وريضة نحش طيبة نحش طبعا. جيت تعملها في الزيت عملها مفتوحة فتحة هكذا وعملها في الزيت هيدا صدفة. الزيت عندي سخون مزيان غادي نعملها في الزيت المقلة إلا تعطيكم جوج عندو فيه وتعطيكم وحدة عندو أي وحدة غنقلبوهاش حتى تكبر القلية غنقلي الزيت هي مقليه كتجي محمره جات زال كتجي واحده تبارك الله كتجي بحال ورده. ما نوريكم انا كيف غتعملوا تفتحوها. ها هو الباذنجان ديالنا واجد. ها هو شوف كيجي كيجي غزال. انا زوقتو هيدا نتوما تذوقوا مع الحوت ولا مع ما بغيتو مع الدجاج ولا اللي بغيتو كتذوقوه به. انا عملتلو هكذا ما عنديش مع اولا تعملو مع البقول مع اي حاجه كيجي فيه منظر مزيوان وكيجي غزال حتى الماكله ديالو فنه كيجي مزيون بزاف. ها هو راك تشوفو في الطبيصل ها واحد يهز واحد الحده ديالو غزيول كيجي ها كيجي بحال فريد كيجي مزيون مكرمل كيجي غزال. وبالصحة والراحة ونتمنىكم دعيو معانا شي دعيوات ديالكم مزيونين وإلا بغيتو شي حاجة كتبوها لي نخلي نعدلها لكم. بصحتكم.